في مباراة الفرص المهدرة وضربة جزاء غير صحيحة، الأهلي يهدر فوزا سهلا على فيتا كلاب الكونغولي بالتعادل معه 2-2. كابتن علاء، فوز كان في إيدينا، ولكن للأسف يعني خسارة نقطتين مش أجلت الحسم، صعبت الأمور علينا. هو بص يا أيمن، قبل ما نتكلم على الحسم وكده، النهارده يوم في أيام كده تبقى أيام غريبة في كرة القدم. النهارده يوم غريب بالنسبة للنادي الأهلي في كرة القدم. فريق سهل جدا 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 تخلص المباراة بالشوط الأول، لكن حصل حاجات كتير قوي هنتكلم فيها أكيد في الاستوديو هنا. فرص كتير قوي ضايعة نتكلم فيها. صحيح. برضه في كان حظ وحش، ضربة جزاء مش ضربة جزاء. كل العوامل دي أيمن اتجمعت النهارده عشان المباراة تخرج كده، تخرج 2-2. الامور مش مستحيله، لكن انت بتدخل نفسك كل شويه في منطقه صعبه. صح. احنا كل كلامنا قبل الاستوديو النهارده، انت محتاج 6 نقاط ضروري، 3 هنا والثلاثه اللي في الكونغو. لكن التعادل النهارده تعادل برضو انت بيصعب الامور عليك، وبتدخل فيتا كلاب. كنت بقول له اسامه الوقت في اللعبه رسمي خلاص، الوقت سيمبا والاهلي وفيتا كلاب، الموضوع بقى صعب جدا. اللي انا بكلم فيه كمان ان المباراه تبقى هناك صعبه يا ايمن. طبعا. انت اديت يعني هم النهارده بالهدفين دول ما ملعبوش وعمرهم ما يبقوا زيك، لكن خدوا ثقه في نفسه، اتعادلوا مع النادي الاهلي في القاهره 2-2. صح. لكن النهارده امور كده كلها مش مطمئنه. الفرص الضايعه دي ما ينفعش كمل الفرص اللي راح بيها النادي الاهلي، استحاله. مش ممكن. استحاله ده يعني يحصل. يعني دي اخر فرصه مثلا محمد شريف، هدف سهل جدا، بطن رجله مش عارف، بس برده ممكن عصبيه، ممكن اخر ثانيه وكده، لكن هو هدف سهل. الاهداف اللي جت كنا بنتكلم برضو ان لازم حد من بره الملعب هو اللي ينزل يجيب الاهداف دي، لان واضح ان بواليا سوء حظ جامد جدا. احسان الشحات نفس الكلام، لكن في اخطاء النهارده، انك بتفقد الكره بسرعه شويه النهارده، في اخطاء فقدان الكره بسرعه. ما ينفعش فريق زي كده، انا شايف ان هو فريق متواضع جدا، انت اللي دايما بتدي له الاخطاء منك، انت اللي بتدي له كره سهله. يعني هو لو هتقارن الاهلي بفيتا كلاب، مع الاحترام الكامل ليهم، مفيش وجه مقارنه ايما في حاجه خالص. لكن في الاخر انت هتبص على النتيجه، النتيجه ايه؟ 2-2. خلاص انا ما اقدرش اتكلم اقول حاجه، لكن النهارده انت خسرت نقطتين مهمين جدا في سباق التاهل ان شاء الله للادوار القادمه. لكن مباراه غريبه، اداء متفاوت لبعض اللعيبه، اخطاء كتير قوي قوي النهارده بتحصل. كمان الحكم كمان راح جه كمان بنالتي، فهو بقول لك النهارده اليوم مش مظبوط في الاخر من اوله يعني لحد ما انتهى. لكن حته التاهل وحته انك تعدي ان شاء الله هتقدر، لكن المشكله ايمن انت بتصعب الامور على نفسك. صحيح. دايما انت عايز دايما لعيب الكوره بيحب يلعب في اجواء هاديه، مش متعصب، مش اللي هو لازم اعمل دي، بتبقى مشكله شويه. النهارده كان الناس كانت عشمانه في 3 نقاط واداء مطمئن ونتيجه كويسه. لو الامور النهارده شبه طبيعيه، انت كنت عملت سكور عالي جدا. صح. كان اسامه بيتكلم في الموضوع ده، الفرص الضايعه دي لو مش جبتها كلها، نصها بس، انت كنت عملت سكور النهارده على الفريق ده، لكن في الاخر طلعت النتيجه غريبه جدا 2-2 وضيعت النقطتين. لكن ان شاء الله التاهل موجود، بس انت بقى عارف بقت الامور صعبه شويه. كابتن اسامه، في اوقات كده في الكوره تعمل ماتش تحس ان انت كنت الافضل فنيا، تعمل ماتش من فتره انت ما عملتش ماتش زي ده، ونتيجة الماتش تزعلك قوي كلاعب كورة، كجهاز فني، كجمهور. طبيعي يا أيمن، لازم نعترف أنه غالبا في الكورة القاعدة الأفضل هو اللي بيكسب، ولذلك الدوري العام تمام الفرق الكويسة هي اللي بتكسب أي بطولات، الفرق الكويسة اللي بتكسب. ولكن لا نغفل عامل التوفيق في كرة القدم، أحيانا بتأدي مباريات أفضل كتير من مباريات أخرى وتخسرها، واحيانا بتلاعب فرقه بتبقى مقفله عليك جامد جدا، وبيجي لك فرصه واحده وممكن هم يضيعوا فرصتين ثلاثه وانت تكسب. لكن يعني بجانب عدم التوفيق، في رعونه شويه في انهاء الهجمه، في الفرص اللي بتضيع بسهوله. يعني في جزء طبعا ما فيش شك انه في توفيق، والدليل على كده بعيدا عن ان انت ضيعت، انت في النهايه جبت جونين، لكن ضربه جزاء عليك غير صحيحه بالمره. يعني ما هو ده برده من عدم التوفيق، عدم يعني لو حكم في الكوره دي. ايوه، ما هو عدم التوفيق بقى احيانا بيجي لك من لعيبتك، احيانا بيجي لك من حكم، احيانا بيجي لك ان ملعب وحش مثلا مش يومك، احيانا بيجي لك يعني عدم التوفيق
ده ممكن يجي لك من اي اتجاه. فبجانب انك انت ضيعت فرص سهله، انت ايمن لو في حصه تدريبيه، لو في حصه تدريبيه مش هتوصل لكم الفرص اللي بسهوله دي اللي ضاعت من اللعيبه، سواء من كرات عرضيه، سواء من زياده عدديه في ال 18 وبيحطوا لبعض وتتحط والجون فاضي وتضرب في الباك وتطلع، سواء جون يصدها وتضرب في العارضه في القائم وتطلع، سواء قرار غلط يا اسامه، قرار غلط، قرار غلط في توقيت يعني غلط، في توقيت غلط رعونه، زي الكره اول دقيقه في الشوط الاولاني كره الانفراد لبواليا، انفراد تام بتشيلها بالراحه، جون فاضي، جون نام خلاص مستسلمه حطها فوق العارضه، ما ده قرار تنفيذه وحش. يعني هو القرار اصح انك تشيلها من فوق الجون، بس ده عملها جامد قوي فوق العرض. الكره الاخيره اللي مروان صلحها اعتقد لايمن اشرف ولا محمد شريف عملها بالشمال، رغم ان مثلا شريف اول ما نزل جاب جون. فاللي انا عايز اقوله كل العوامل دي اجتمعت، دي كره من ضمن الكور يا كابتن الشوط الثاني، اول شوط ثاني انفراد بوالي، هي دي اول كوره دي بسيط، الجون جاي نايم اصلا كمان، هو شالها من فوقيه بس شالها جامده قوي، انا حطها في اي حته شمال يمين لا، وحتى التشيب اللي عملها دي بس عملها هو زياده عن اللزوم، هو شاطر بس عصبيه، شاط طبعا يبقى غلطان، انا يعني انا شفتها ان هو عملها تشيب بس هي المفروض لمسه خفيفه بس من فوق الجون، لان الجون كمان جاي نايم، يعني الجون اساسا جاي مستسلم ونايم. ففي عوامل كتيره اتجمعت، منها عدم التوفيق في ضربه الجزاء وعدم التوفيق في الفرص الكتيره اللي راحت. انا بقول لك لو انت في حصه تدريبيه يا ايمن مش هتضيع، او مش يعني لو المدرب قبل الماتش نفسه يجي له عدد من الفرص عمره ما كان هيتخيل ان الفرص دي تجي له بالكم ده. ده عايز اقول لك حاجه، احنا الشوط الثاني مش جبنا جونين، الشوط الاولاني ضيعنا فرص اكتر بكتير، يعني عدد الفرص اللي في الشوط الثاني تقريبا نص اللي جالنا في الشوط الاولاني وما عرفتش تجيب جول، فضيعت ماتش سهل. لكن ان شاء الله النادي الاهلي خبراته كبيره، وياما يعني خدنا او صعدنا من الخارج زي ماتش السنه اللي فاتت بتاع الهلال الاخير وتعادلنا بيه وبعد كده خدنا البطوله. فان شاء الله انا عندي ثقه كامله في الجهاز وفي اللعيبه، ان شاء الله انه يعوضوا في مباراه فيتا الجايه ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، كابتن اسامه اتكلم على عدم التوفيق وبعض الرعونه، بس هل نقدر النهارده ماشي النهارده نختصر اللي حصل وفقدانك نقطتين في حته عدم التوفيق والرعونه، ولا في اسباب تانية؟ بص يا كابتن ايمن، يعني كره القدم بتعترف بالنتيجه فقط، صح؟ انا من وجهه نظري يعني ظاهره تضييع واهدار الفرص عندنا ظاهره بقالها مباريات كتير قوي، يمكن السنه دي اكتر من مباراه حصل فيها الامر ده، يمكن بنطلع جايبين حوالي عندنا حوالي 15 20 فرصه بنبقى جايبين جون او اتنين، عندنا لعيبه كتير فراوده بيدخل في بيضيعوا جوان بطريقه سهله جدا. انا وجهه نظري ايه، ان مع اللي قاله الكابتن اسامه واللي قاله الكابتن علاء كلام مظبوط تمام، لو عدم التوفيق وفي كمان ظلم البنالت اللي حصل اوكي، لكن في حاجه تانية انا حاسس ان اللعيبه ما عندهاش ثقه بالذات الفراوده، يعني كره بواليا اللي احنا شفناها دي، ها يعني الشوطه الجامده دي عدم ثقه شويه، عدم ثقه في نفسه. طيب انا من وجهه نظري يعني ده لو اشتغل على الجون كتير او لعب على الجون بتمرين كتير 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 الاليه هتجيله هتزيد. يعني انا شايف مثلا الكره بتاعت مروان اللي جابها جون، يعني اللي نزل وجابها جون، مروان الكره الاخيره اللي عملها بدماغه، يعني حاسس ان مروان لما نزل بعد شويه عن الملعب بس نزل عمل ناتج كويس، احرز جون وعمل لك هدف. بص يا كابتن عادل، من ضمن الفرص المهدره اللي انت بتقول عليها دي الشوط الاولاني بتاعت قفشه، الكره الثانيه بتاعت قفشه مثلا، محمد مجد قفشه اللي وقف بيها مره واثنين وثلاثه، انت عارف وجهه نظري انه ما حبش يعمل ريسك، خاف، ما عندوش يعني انا ليه حاسس ان اللعيبه بدات تخاف في حته انه يضيع دخلت في القلق اللي هو ايه اللي هو الشك انك هتجيب جول، هي دي اللي يعني بص يا كابتن عادل مثلا هو قفشه في العموم بيحطها كده، ده الشوط الاول كمان، انت عارف يا كابتن ايمن يعني في جوان بتيجي اللعيب
بتبص تلاقيه التوفيق وكل حاجه، لكن هو نفسه عنده الحته استعداد انه يجيب هدف. يعني يعني النهارده مثلا الكره الاخيره اللي هي بتاعت محمد شريف، يعني لو كان واخد لورا شويه وفتح لنفسه مساحه، هي جت في قصبه رجله عشان كده طلعت جنب العارضه. لو كان لعبها برجله كانت دخلت جول. الحاجات دي كلها دي اليه فرودون. انتوا فراوده يمكن الموضوع الفراوده لازم تشتغل معاه كتير عشان تديهم ثقه. لازم يلعب اكتر من في الاسبوع واكتر من كل يوم يلعب. لحظه وحضرتك تفتكر يعني اللي حصل النهارده شيء متكرر. حته الاهداف المهدره بسهوله جدا شيء متكرر. معقوله مستر موسيماني ما بيركزش على حاجه زي كده في التدريب؟ مش ممكن. لا ما لا انا 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 بكلمك يا كابتن ايمن على الناتج. الكلام ده من كام مباراه؟ من زمان. ما هو ده اللي انا بقوله. احنا بنقول عشان كده. يعني بص يا كابتن، في احيانا ثقه اللاعب بنفسه احيانا بتتهز. الاهداف بتيجي من كده، ضياع الاهداف بتيجي من كده. يعني كره بواليا اللي شطب وش رجله حطها فوق، يعني بيتهيألي كره سهله كان لازم يشيلها من فوق الجول او كان لازم يحطها في الجول. ده لو شغل مادي قفشه. ده في كوره يعني احنا مش هنقدر نجيبها، بس ممكن نجيبها صوره على خط الجول مرتين لوالتر بواليا الشوط الاول. اللي هي مش ممكن تدي رجله لا يوم يعني حطش رجله جامده فيها. هو حب خاف يحط رجله جامده تطلع عاليه كده، والكوره اللي حب اللي هي تتلعب بالراحه شاطها جامد. ما هي دي، ما انا عشان كده بقول لك يا كابتن ايه، اقول لك اللعب على الجون كتير يديك ثقه كفرويد. ايوه. انت احيانا بتعمل ايه؟ بتيجي على الفرويد لما تلاقيه بيضيع جوان كتير، لازم تاخده بره الامر وفي التمرين وتمرنه كتير عليه. انا عارف ان موسيماني ممكن مثل موسيماني ممكن بيشتغل على الجون كتير وعلى الحاجات دي، لكن اللعيبه نفسها لازم، انتوا لعيبه كبار. يعني ما ينفعش مثلا قفشه في اللي اي الوقت بيشوط الكره بيجيبها جون، ما ينفعش تحطها انت عايز تاكد 100%. الشوط الاولاني لما جات له الشوط الثاني عمل ايه؟ لما شاطها وحطها جنب العارضه عمل عكسها تماما. أي. اتاخر كتير يا كابتن ايمن. ايوه. ولكن في الاخر عايز اقول لك ان شاء الله التاهل موجود. انت ممكن تلعب على التذكره الاولى او الثانيه انت فيه، ولكن صعبت الامور شويه عليه. مظبوط. يجب اللعيبه لازم تعرف حاجه مهمه، النادي الاهلي بالذات لما بيفك الجيم بهدف مبكر الفرقه الثانيه بتروح للسيناريو الثاني، فالسيناريو الثاني بيفتح لك الملعب ممكن تجيب جون واثنين وثلاثه. فارجو ان نهتم بالهجمه الاولى والثانيه والثالثه. كل لعيب يفتكر ان الكوره دي اخر كوره في الملعب. لو صحيح. انت في الدقيقه الاولى هتجيب جون لازم تهتم قوي، تعرف ان الكوره دي لو ضاعت منك ممكن تخسر المباراه. صحيح. يمكن الكابتن اسامه كان قاعد جنبي وكنا بنتكلم على ان احنا ضيعنا 1000 جون، بس لكن المهم النتيجه إيه؟ الناتج 2-2. ما هو ده ما دي حاجات يعني دروس لازم نتعلمها مستفاده طبعا من الماتش. لازم نتعلمها في طبعاً. اوقات كتير قوي كاس عالم بينتهي بكره ثابته، المانيا 90 التفاصيل الصغيره ممكن تجيب لك بطوله بنالتي. صحيح. فتفاصيل صغيره يعني هارد لك النهارده التعادل، ولكن لازم يبقى في وقفه في حته تضييع الاهداف كتير كده اوفر قوي طبعا. كابتن اسامه يمكن وانا بتكلم انا وحضرتك بين الشوطين اتفرجنا على جزء من الشوط الثاني، قلنا النادي الاهلي النهارده في افضل حالاته الفنيه من فتره كبيره. كويس. بيقدم اداء النهارده عالي مقارنه بالمباريات اللي فاتت. كويس. ولكن نتيجه المباراه 2-2 غطت للاسف على الاداء الجمالي ده، ونست الناس حته الاداء الجمالي ويقول لك انت تعادلت 2-2 وصعبت الامور على نفسك وخسرت نقطتين. يعني للاسف الكره ساعات في بعض الاوقات او بعض المواقف بتكون ظالمه. فالنهارده لو بتقيم النادي الاهلي على مستوى الاستحواذ، مستوى خلق الفرص، كل الخطوط، النادي الاهلي النهارده بيقدم مباراه من افضل مبارياته خلال الفتره اللي فاتت. لكن النهارده لا نغفل عنصر التوفيق، وهو عنصر مهم في كره القدم. عنصر التوفيق النهارده كان غايب عن لاعبي النادي الاهلي، كان غايب عن حكم المباراه. صحيح. كان غايب عن موسيماني في لقطه
مهمه جدا وهقول لكم عليها لقطه ايه بالنسبه للموسيمان. خلينا نقول لعيبه النادي الاهلي الاول، لعيبه النادي الاهلي كم فرص كبير. المدرب النهارده وهو بيشتغل مطالب ان هو لو ما بيوصلش اللعيبه للمرمى، لما بيحطش تشكيل يوصل المرمى، يبقى عليه نقطه علامه استفهام. مظبوط. لكن النهارده النادي الاهلي موسيماني تشكيلته من بدايه المباراه تشكيله هجوميه، صح، سمحت للنادي الاهلي بالوصول اكتر من مره في الشوط الاول. صحيح. حتى التغييرات اللي عملها الشوط الثاني وكان في فرص اقل في الشوط الثاني اضافت باهداف. مروان محسن اللي نزل الشوط الثاني احرز هدف، ومحمد مزبوط. شريف اللي احرز هدف، تغييرات هجوميه. مظبوط. فتغييرات هجوميه، لكن حته عدم التوفيق حتى في الهدف اللي جابه النادي الاهلي عن طريق محمد شريف، شوف الكره وهي داخله راح الاجايه، حتى برضه راحه في العارضه ورجل محمد شريف، تحس ان داخله زي ما بيقولوا بطلوع الروح بالعافيه. فده شيء وارد في كره القدم، يبقى عندك يوم في عدم توفيق، لكن برضه لا نغفل النهارده حته الرعونه الكبيره من اللعيبه. كان لازم وانت في ال 18 بتبان الشخصيه بقى، بيبان الهدوء، بيبان انت لعيب النادي الاهلي، فلازم يبقى عندك الخبرات انك تقدر تخلص المباراه في لعبه من اللعبات دي كلها. الحاجه الثانيه الحكم، الحكم صح. النهارده واحنا بنقول عدم التوفيق هنقول لا، ظلم النادي الاهلي ظلم كبير جدا، رغم ان رضوان صح. جيد من الحكام المميزين جدا في افريقيا، لكن النهارده كان غير موفق في ركله الجزاء، ركله جزاء غير صحيحه بالمره صح. ما فيهاش اي حاجه. الحاجه الثالثه بقى تغيير موسيماني في الدقيقه 70، مروان محسن احرز هدف في الدقيقه 70. عايزين نرجع لمباراه طلائع الجيش اللي فاتت، النادي الاهلي لما عمل نفس التغييره خرج حمدي فتحي بقى السوليه وبقى قفشه في وسط الملعب. أيوة. النادي الاهلي لما احرز الهدف مع عجايه في الثانيه اللي بعديها وكان باقي دقيقه. أيوة. غير اليو ديانج نزله في نص الملعب عشان يقفل نص الملعب. أيوة. واحنا كلنا استغربنا ازاي ده فاضل 30 ثانيه 40 ثانيه. أيوة. لا، هو الهدف مش بيراضي اليو ديانج على قد ان هو في ال 40 ثانيه ده بيقفل الملعب بالظبط. خلاص. فدي النهارده دي تفاصيل صغيره. النهارده لما مروان محسن في الدقيقه 70 بيحرز هدف، كان لازم في الدقيقه 71 ولا 72 لازم يستعين بحمدي فتحي في وسط الملعب. أيوة. يغير الملعب تاني، يرجع لطريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها في الشوط الاول. ايوه. التفاصيل الصغيره دي مهمه. النهارده شوف ركله الجزاء، شوف نص الملعب، عمرو السوليه وقفشه اتنين وسط ملعب ما بيدافعوش، ما عندهمش القدره الدفاعيه زي اليو ديانج وزي حمدي فتحي، فكان النهارده لازم يكون في تدخل سريع من موسيماني. النهارده انا وصلت بالهدف اللي انا عايزه، ان انا كسبت 2-1. أيوة. كان لازم في الدقيقه 72 اغير تغيير حمدي فتحي دي على حساب حتى اجايه، كان ممكن اجايه يخرج والعب 3 نص وارجع لطريقه 2 ارتكاز واعدل الملعب تاني. هو ممكن يكون الخطا اللي وقع فيه ان هو غير الاربع تغييرات، الاربع تغييرات اللي ليه في 3 مواقف. بيقول لك القانون ايه؟ ان انت بتغير في 3 مواقف بس، فاهم؟ فهو غير 4 خلاص في 3 وقفات، يبقى ممكن نعزم موسيماني في الحته دي. لكن النهارده كان يعني التغييره دي كانت مهمه جدا، خاصه ان اليو ديانج غير عمرو السوليه. اليو ديانج لعيب بيدافع في وسط الملعب ولعيب بيكمل في الناحيه الهجوميه، عنده قوه بدنيه عاليه. انت شوف ركله الجزاء اللي حصلت لفيتا كلوب، هي طبعا ركله الجزاء يعني غير صحيحه طبعا وهمية. لكن النهارده فين وسط الملعب المدافع اللي يمنع الهجمه من بره اصلا؟ مزبوط. فالنهارده الراجل داخل ال 18 باريحيه، فهي دي النقط والتفاصيل الصغيره. لكن في المجمل النهارده مباراه كره القدم ظالمه في وقت من الاوقات. النهارده لعيبه النادي الاهلي تستحق الفوز، خاصه لو احنا شفنا الارقام بعد المباراه كلها في صالح النادي الاهلي. الحاجه الثانيه وكنا بنقول عليها، لو انت بتلعب على ملعبك، لو بتلعب على ملعبك صحيح. لازم تهتم بالنواحي الدفاعيه وبره ملعبك النواحي الهجوميه. اللي بيكسب بطوله ما بيكسبهاش من بدايه الهجوم بتاعه بيخلق فرص، لا، بيبداها من ان عندك مظبوط خط دفاع قوي ما يدخلش في مرماك. النهارده انك النقطه السلبيه في مباراه النهارده رغم انت خلقت فرص، انك يدخل هدفين فيك على ملعبك. صحيح. يعني دي من النقط الصعبه جدا، يعني صح. انك انت بتلعب فيتا كلوب وتتلقى هدفين. فالنهارده يوم يعني هارد لك لعيبه النادي الاهلي، لكن لسه الفرص قائمه بنسب كبيره للنادي الاهلي، يعني لسه المواضيع لسه قائمه. انت لسه تروح لعب فيتا كلوب على ملعبها هتكون مباراه طبعا صعبه، مباراه مش سهله، خاصه هناك ملعب بتاعهم نجيل صناعي، النادي لعيبه النادي الاهلي ما مش متعودين على النجيل الصناعي، فهيقابلوا صعوبات في الملعب ده. لكن لسه النهارده عندك 9 نقاط، فيتا كلوب بره، عندك المريخ بره، عندك المباراه الاخيره، وده من حسن حظنا ان المباراه الاخيره مباراه سيمبا التنزانيه هتكون على ملعبك،
يعني عكس ما تكون المباراة الأخيرة بره ملعبك ممكن تواجه فيها صعوبات، لا أنت النهاردة المباراة الأخيرة يعني إذا كنت محتاج فيها تكسب أهداف بعدد معين محتاج فيها المكسب، فكويس برضو من حسن حظنا إن المباراة الأخيرة على ملعبك، على ملعب لكن لسه الأماني قائمة بإذن الله رب العالمين. زي ما قال الكابتن أسامة كان في حالة تحكيمية مثيرة للجدل واللي هي ضربة الجزاء الوهمية اللي احتسبها الحكم رضوان جيد في اللحظة دي أو في القرار ده أو في الكرة دي بصراحة هو كان رضوان سيء. هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر منورنا. تحياتي كابتن ايمن وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ومتابعينها، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي، كابتن علاء برحمان وكابتن اسامه حسن. اهلا بيك كابتن. الله يخليك. اهلا وسهلا. في البدايه كابتن احنا بنتكلم على مباراه النادي الاهلي وبنقول دايما ان الحكم هو منطقه الجزاء، قياس اختبار الحكم او قدره الحكم هي مناطق الجزاء. مفيش شك ان احنا رضوان اتكلمنا عليه قبل كده كلام جميل جدا جدا، واحنا الان بنقول اللي بنشوفه. الصوره دايما كابتن ايمن هي اللي بتتكلم مش احنا بنقول. انا بقول النهارده رضوان جاي النهارده حرم النادي الاهلي من الفوز بثلاث نقاط ده مبدئيا. رضوان جاي النهارده ظلم النادي الاهلي زي ما كابتن اسامه قال وزي ما كابتن علاء ميهوب وكابتن عادل وزي حضرتك قلت، ظلم النادي الاهلي باحتساب ركله جزاء من وحي الخيال وهميه. يعني انا 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 يعني يمكن قعدت يمكن 3 4 5 دقايق اشوف حتى ايه الخطا اللي تم ارتكابه. مفيش اي خطا تم ارتكابه سواء كان من خارج منطقه الجزاء او من داخل منطقه الجزاء. اول مره يا كابتن نتمنى ان كان يكون للفار وجود النهارده. بالظبط كابتن، ودي مشكله. احنا بنتكلم اتحاد افريقيا بامكانياته الكبيره وتوجيهات الاتحاد الدولي، لابد ان يكون عندك الفار في بطولتك. انت النهارده في بطوله بيصرف عليها النادي الاهلي، النهارده بيصرف نادي الزمالك بيصرف، كل الانديه بتصرف مبالغ كبيره جدا. من غير ما اقول النهارده يبقاش النهارده تقنيه الفار موجوده. احنا بنتكلم كمان كان هناك هدف كان ممكن يبقى لو الفار موجود نقدر نتاكد كمان منه، كان هناك الكره عبرت بكامل بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين تحت العارضه ولا ما عدتش. لو الفار موجود كنا اتاكدنا. تعالى بقى نروح لجنه الجزاء كابتن. النهارده احنا بنقول دايما للحكم ايه المشكله النهارده كابتن ايمن؟ دايما بنقول للحكم كابتن اسامه ما تاخدش بالشكل، ما تخش بالشكل الحاله بشكل السكوت، لو انك انت تبحث عن التفاصيل الدقيقه لحاله ركله جزاء. اللي لو عندنا الماتريال هنشوف اولا رضوان جاد، وانا بقول لك ما شافش اللعبه اصلا. هقول لك اهو تاني اهو، لو عندنا الماتريال كابتن عادل ما شافش اللعبه. ليه؟ ليه ما شافش اللعبه؟ في لحظه ارتكاب او لحظه سقوط لاعب فيتا كان هناك لاعب من فيتا واقف قصاده حاجب الرؤيه عن الـ 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 الحدث. وبالتالي قلنا دايما ايه؟ لو انا ما عنديش حاجه حقيقيه اشوفها محسوب خطا خلي اللعبه تواصل. مظبوط. ان هو النهارده خد بالشكل وليس بالتفاصيل نتيجه ان هناك لاعب قفل عليه او حجب عليه زاويه الرؤيه. وبالتالي انا النهارده كنادي الاهلي استفدت ايه النهارده؟ بسبب انك انت النهارده يعني كسرت في نتيجه التمركز. هنقول دايما ليه؟ لما يكون في حاله داخل منطقه الجزاء لابد انك انت تبحث عن زاويه رؤيه تروح يمين او تروح شمال بحيث ان النهارده اللعبه ما تفوتكش. ده النهارده رضوان جيد في هذه الحاله. طبعا انا بقول يا رضوان لا 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 يعني كنت غير موفق بالمربى. النهارده بتتكلم النهارده في 3 نقاط تحسبهم على النادي الاهلي كان المفروض النهارده يحسم يعني يحسم المباراه. ركله جزاء غير صحيحه وهميه من وحي الخيال نتيجه سوء تمركز من الحكم رضوان جيد، نتيجه سوء توقع من الحكم رضوان جيد، نتيجه النهارده ما عندوش حلول. يعني هو النهارده رايح عمود يا كابتن ايمن، انت رايح عمود على اللعبه صح، عمود استحاله تشوف التفاصيل. ونقول دايما كابتن عادل لا يعني لا لما بتبقى انت رايح عمودي وشايف في حاجه فيها خطره لابد كده تفتح يمين او تفتح شمال عشان تاخد زاويه رؤيه تشوف وتتاكد، ولكن تحسب بالشكل طبعا يعني هذا الكلام غير معقول. هروح لبعض الحالات الثانيه كابتن ايمن. بنتكلم على الوقت بدل الضغط تاني، بنقول الشوط الاولاني عندنا محمود وحيد كان هناك علاج لمحمود وحيد في الشوط الاولاني. النهارده من غير ما اقول تدي دقيقه وقت ضايع في الشوط الاولاني. الشوط الثاني فيه اكتر من تغيير بالاضافه للاصابات، بالاضافه اللي هم يعني ضيعوا كابتن اسامه اكتر من يعني مش عايز اقول 7 دقائق على الاقل وقت بدل ضايع في الشوط الثاني. النهارده تحسب 5 دقائق لان النهارده رضوان غير موفق. ليه كابتن؟ هو كمان عنده حظ وحش كابتن عادل. النهارده الخطا التحكيمي اثر في نتيجه المباراه. واحنا دايما بنقول الحكم الكويس يعني او الحكم اللي بيطلع
من المباراه بشكل يعني مقبول، بيبقى الخطا التحكيمي بتاعه مش مؤثر في نتيجه المباراه. في النهايه انا بقول النهارده ثلاث نقاط، انا بحمل مسؤوليه الحكم هذه المباراه، بحمله مسؤوليه كامله في احتساب ركله جزاء غير صحيحه يا كابتن ايمن، وهو دوت الحدث الكبير في المباراه. يعني مهما انت صح. يعني كحكم اجتهدت وحسبت ورحت وتعاونت وعملت، هو ده الاختبار الحقيقي اللي جالك. وللاسف الشديد النهارده ما نجحتش في هذا الاختبار، وللاسف الشديد ان هو اثر في نتيجه المباراه. وبالتالي بنقول يا رضوان تاني بقول يا ريت لما ترجع تشوف الحاله، لا ما فيش ركله جزاء خالص، ما فيش تلامس اصلا كابتن ايمن سواء من خارج او من الداخل. ولكن للاسف زي ما حضرتك قلت هو خطا اثر على نتيجه المباراه. بالظبط يا كابتن، واحنا بنقول ده هو حظه وحش النهارده. انت حكم كويس وادارت النادي الاهلي اكتر مباراه وحكم كمان بتتميز، ولكن النهارده في هذا اليوم انا بحامل حكم مباراه مسؤوليه الثلاث نقاط، بحمله ان هو النهارده بقرار خاطئ احتسب ركله جزاء غير صحيحه بالمره. اعتقد ان احنا شفناه، يعني كل الناس شافته كابتن ايمن. اتمنى التحكيم الافريقي يكون الفار موجود، لان النهارده الفار موجود يا كابتن. النهارده ما كانش النهارده هذا الحدث، كان الخطا ده كان تم احتسابه كابتن اسامه. ونتمنى طبعا ان النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه في المباراه باذن الله رب العالمين. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. شكرك كابتن نعم، شكرا. الله يخليك. طيب هنروح لقاع المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني بعد المباراه ونشوف قال ايه، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. Mr. Moussemani, we will start as usual with a statement from your side about the game, the match, and the result. Yeah, what can I say? Drama. Never seen a match like this. But it's life. Football life. وكرة القدم هي دي الحياة فيها. And then you learn. And then you. You learn, you accept. وانت لازم تتقبل ده. Very difficult to accept a game like this. صعب جدا انك تتقبل مباراة بالشكل ده. And very frustrating. And very frustrating. ومباراة سريعة في أحداثها. Yeah, you ask yourself how many chances do we need to score to win the match? كم فرصة كانت متاحة لنا ان احنا نسجل اهداف. But that's part of football. ولكن ده جزء من كرة القدم. Very sad. محزن جدا. But it's reality. ولكن هي دي الحقيقة. So we've got no chance. احنا كده ما عندناش فرصة. But to go to Vita and win. غير ان احنا نروح لفيتا كلوب ونكسب. We put ourselves in that position. حطينا نفسنا في And it's a very difficult position. ده. وده موقف صعب جدا. But I believe in my team. ولكن انا بصدق في الفريق بتاعي. It's not how you start. It's not how you start. مش هو ده انت مش هي دي البدايه بتاعتك. It's how you end. وازاي بتنهي ازاي. So let's see the end of the group. يبقى لازم نشوف نهايه المجموعه ايه. But I believe in my team. ولكن انا بصدق الفريق بتاعي. اتفضلي Mr. Moussemani, congratulations for winning 1 point. I wanted to ask you about why you're always playing with Walter Borja, and why you're always having missed pass and there's too many missing on the goal. No, we're not only playing with Walter Borja all the time. احنا ما بنلعبش بوالتر بوريا بس طول الوقت. Check your team sheet. اتأكدي من الليسته بتاعت الفريق. She's saying about him most of the time. And no, we don't insist about him. If he doesn't play well, we substitute him. Last time we played Sharif, you forgot. And he didn't score also. So it's easy to talk about Walter because tonight he missed easy chances. But I think you must be fair. First time Sharif. ولكن لازم برضه تبقى انت محقه شويه ان شريف شارك المباراه اللي فاتت. اوكي. نسال بس الناس اللي ما سالتش قبل كده، اتفضل حضرتك. احمد ياهي. دلوقتي وانت بعد التوقف في النتيجه. Right now after we were losing and we were scoring late. Sorry.
فيتا ايه؟ تبديلات هجوميه. فيتا واز ميكين اتاكينج سبستيتيوشنز. Did you think around this substitutions that you come back to the result without making any by going of by while you took Aliu Jiang out and Hamdi Fathi was sitting on the bench and this was the last chance for you and the Sulay is in number what's six. What's his point? I don't understand his point. Go direct to the point. What do you want? I think he means that when they made they put in attackers. Yeah. Would you have changed your idea? No, we finished our substitutes when we were not leading. Our substitutes were all attackers. Sharif, Mawan. We didn't put defenders. We took them out. In fact. So, in such times, we see as the big players, big teams in the world, making three Champions League, they feel that they are enough with winning champions. Do you think your players are saturated? Yes. And they were fighting like this? Oh, you saw them like walking and not fighting to score? He's saying about the first match. They try to score, eh? Do you want to calculate the number of chances? We miss the chances, that's all. I saw that there was a substitution in the 6th minute. Does this made it a little bit for you hard while you were losing a goal? Well, do you see that Wahid made a difference in this match? Yeah, but what are you going to do when the player pull your hamstring? It's a forced substitute. Nobody kicked him. Okay, and we tried and we play Ayman there. He's not the best in that position. But he tries. I would like to know your opinion about the penalty. And they were saying that it was a penalty. And how you would be able to play in the club where they're having a different weather and a different training. And I would like you to speak with me about the series about the Were you not the one who was asking me last time why we don't play Dion? مش انت اللي كنت اخر واحد بيسالني ليه احنا ما لعبتش ديون؟ It's not you. Are you going to ask me? هتسالني. You want to ask me? عايز تسالني تاني. You see how football is, eh? انتوا بتشوفوا الكورة. We learn from football, okay? احنا بنتعلم من كرة القدم يا شباب. Okay. So, what was your question? Sorry, I'm mistaking you for him. Okay. So, what was your question? I was speaking about the penalty. Your opinion about the penalty and okay. The weather conditions in Vita Club. Okay. We all saw it. It's there. Yeah. But. I'm not the one to talk about the referees. ولكن مش انا اللي اقدر اتكلم عن التحكيم. I refuse to speak about that. انا ارفض ان انا اتكلم عن التحكيم. Okay. You know what you saw? You saw what you saw. شفتوا ايه؟ Okay. I saw what I saw. I even saw it again. انا شفت اللي انا شفته وشفته تاني. And I'm not the one to talk about this. مش انا اللي اقدر. We didn't lose because of the penalty. عشان البيلن ده. Okay. We did not score the goals. لا احنا I would like to stay on the real thing. The real thing is how many more chances do we want? So I don't want to talk about referees. أنا مش عايز أتكلم عن الحكام. Okay, we lost the points because إحنا خسرنا النقاط. We missed chances in the second half. عشان إحنا ضيعنا. In the first half, I don't even know what to say to you. في التايم الأولاني أنا حتى مش عارف. How many chances does Ali want كم فرصة to score؟ جت له It's frustrating for me. It's frustrating for you. هي محبطة for everybody. محبطة ليكوا ومحبطة للجميع. But it's football. Okay. ولكن هي دي كرة القدم. You have to accept. لازم. What are you gonna do? I need these players. أنا محتاج اللعيبة. I need them in Vita. Okay. أنا محتاجهم في Vita. So I have to stay with them and support them. لازم.
people because these are the people who won the Champions League. So I don't give up on them because this thing is not finished yet. It's difficult, but it's okay, it's part of life. We have to go to Vita and win. We have to go to Vita and win. I know the result is a bit frustrating. Yeah. But I got one question. Why Walter Bualia is always making it hard on the Vita club defense, but he was making a good attack. We were thinking that you were going to play with someone next to Walter Bualia, and at last we were surprised that Walter Bualia came out. You are surprised that Walter came out? Are you serious? He's speaking about that. He wanted to win, and Walia was reaching the goal, and he was losing. He lost chances. Come on, my friend, please. No. Another question, please. Why will you substitute Bola tonight? Are you serious? Dieng is one of the stars of the game. Are you genuine with your question, or is a question to create problem? I mean, Walter Bualia missed the chances. He missed the chances. So, and we put who? We put Sherif. Sherif scored. Sherif scored. Are you not happy with that? So I must stay with Walter? Oh, you're not fair. No, you're not fair. No. Okay. All right. Okay. Let's give another guy a chance. Okay. I just want to ask your message to the fans of the Ahli. No, but it's normal for the fans to start getting worried. When you miss chances like this, it's normal. I mean, what do you want them to do, to clap hands for us when we miss chances like this? No. The performance was good, but the turnovers of the chances is not very good. And I'm worried even myself. So they are right to get worried. It doesn't look good. But we have to continue. Okay, we still have 3 games to go. Okay. And it has been frustrating, I know. Okay. It's normal to get frustrated. And we have been also frustrated for the last 7 years we don't win the Champions League. Okay. So it's also good they're frustrated now. It's normal, they're right. Because if they don't get frustrated, it means we are on comfort zone. We are not in comfort zone, we are under pressure, we are under stress, and it's our job. And we don't need anybody to feel sorry for us. We need to go in Vita and try and win. And what's important is to qualify. But you can't write our history now. You can't tell us we're not going to qualify. I refuse. I believe in the team. Yes, it's not looking good, I know. Okay. I think we should finish. Yes. Thank you. واضح طبعا ان مستر موسيماني متاثر بنتيجه المباراه، ومن ضمن الكلام اللي قاله كابتن علاء ان احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، والماتش ده ماتش فيتا كلاب عمري ما شفت زيه في حياتي التدريبيه، كان عباره عن دراما. هو تقريبا كان قاعد معانا في الاستوديو، احنا قلنا نفس الكلام كلنا كده. قلنا النهارده يوم غريب، مباراة غريبة جدا، الأحداث بتاعتها غريبة حتى لدرجة إن الحكم كمان مش في يومه زي ما بيقولوا، حتة البنالتي دي مش بنالتي. بس هي أيمن بتحصل على فكرة، كرة القدم ما فيهاش ثوابت، بتحصل. ممكن يبقى اليوم النهارده أنت مش موفق في كل حاجة، درجة الحكم كمان يحسب بنالتي هو مش قاصد،
طبعا يعني هو مش قصد يظلمك، بس حصلت في اليوم ان كل حاجه فيها جايه عكس. صح، يعني كل حاجه النهارده عدم توفيق في كل حاجه، كل حاجه يعني النهارده عنوان المباراه دي النادي الاهلي غير موفق في كل حاجه، من لعيبه، من فرص ضايعه، من حكم مش قاصد يظلم، من نتيجه مباراه، من نتيجه مباراه. ومستر موسيماني يعني ده عشان كده بقول لك، وقال نفس الكلام احنا تمعنا عليه كلنا، انت حطيت نفسك في موقف صعب ان شاء الله هتتاهل، لكن بتبقى في صعوبه جامده جدا. انت كنت عايز توصل مباراه النهارده تسافر على فيتا كلاب وانت الامور هاديه عندك، انت اللي هو مش مضطر لازم تعمل حاجه ايمن، هو هي دي صحيح. هي دي المشكله دلوقتي. لكن انا دايما عندي قناعه وعندي ثقه جامده جدا، لقيت النادي الاهلي بتبان معدنه في الاوقات الصعبه. انت داخل على وقت صعب، ايوه مش مستحيل على فكره، لكن هو وقت صعب شويه، عايز لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي مش اكتر من اللي هم كانوا بيعملوه النهارده مع شويه اخطاء كده نخلص منها بس. لكن النهارده يا ايمن انا متاكد منه ان عمر ما هيجي لك يوم هيعدي عليك زي النهارده. صحيح، فعدم التوفيق اللي مش طبيعي فعلا في كل حاجه. فانا كلامه مقنع جدا، واحنا تقريبا كل يعني قلناه كله، وهو برده اكيد يعني لو مكانه كده متضايق انك طبعا. انت يعني ما تستحقش يحصل كده النهارده طبعا. بالاخر يا ايمن طبعا. يعني نتيجه النهارده ما ينفعش تحصل، لكن هي كره القدم كده. صح، لازم تقبلها بالحاجه الحلوه، بالحاجه المره، بيوم زي النهارده، بيوم تبقى موفق انت فيه، ممكن تكسب بعد دقيقه 90 ممكن تبقى موفق. ودايما التوفيق الحمد لله عند النادي الاهلي. حصل النهارده العكس، انت مش موفق في حاجات كتير جدا، الى جانب عدم توفيق الحكم في ضربه الجزاء. صحيح، كل ده خلاص يا ايمن الموضوع، المباراه انتهت بحلوها مره في هدف. الهدف ان شاء الله فيتا كلاب تكسب ان شاء الله هناك، وترجع تبقى الامور ان شاء الله كلها في صالحك ان شاء الله. نبص على اللي جاي ان شاء الله رب العالمين. الوقت خلاص يا ايمن، المباراه النهارده انتهت. انت كل يعني مستر موسيماني واللعيبه كله بيفكر في مباراه فيتا كلاب هناك. ايوه، وان شاء الله ترجع بثلاث نقاط غاليين جدا، الامور تبقى هاديه بالنسبه لك ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين باذن الله. هنتكلم برضه يا كابتن علاء بعد كده، بس لما نرجع مع الكباتن عن طبعا انت كل ماتش بيحصل فيه مثلا انك تخسر نقطه، بتخسر نقطتين، تخسر ثلاث نقط يعني دلوقتي، بيبقى فيه حاجات من الماتش تفيدك لبعد كده. أكيد. يعني مش شرط يبقى كلها خساره. لا، اكيد في نقط ايجابيه ممكن تستفيد وعايز منها. وعايز اقول لك حاجه، ما يحصل حاجه زي كده اكيد هتلاقي حاجه ايجابيه ليك انت. بالظبط، احنا دايما بنتكلم هنا ايمن في اخر الاستوديو بنقول ايه، خد من كل مباراه الايجابيات بتاعتك، زودها، ودايما ركز في السلبيات. اللي عايز يوصل لاعلى مستوى فكر في سلبياتك، ان انا ازاي اشيل السلبيات دي. انك عندك ما شاء الله مجموعه لعيبه ممتازه، فريق ما شاء الله، فريق النادي الاهلي فريق الله اكبر، كلهم نجوم وكلهم لعيبه كويسه جدا. الاخطاء نشيلها، نركز في الايجابيات، وان شاء الله انا متفائل اللي حصل النهارده، اللي حصل النهارده في فريق النادي الاهلي واليوم الغريب ده هيبقى العكس ان شاء الله. فيتا كلوب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، يمكن مستر موسيماني كمان قال في المؤتمر الماتش اللي احنا لعبناه مع فيتا وانتهى 2-2 كان ماتش سريع جدا مليء بالاحداث، ولكن كنا عمالين نسال نفسنا بره احنا يجي لنا كام فرصه عشان نترجمها جوال. بيقول لك احنا صعبنا الامور على نفسنا دلوقتي، لازم نكسب هناك. يعني انا معاه في كل الكلام اللي قاله، بس ما عدا انه لازم نكسب هناك. يعني احنا صعبنا الامور على نفسنا مفيش شك، احنا مش طبيعي ان يجي لنا اكتر من الفرص دي. عمرك ما هتتمنى في مباراه بتلعبها ضد منافس ان يجي لك كم الفرص السهل ده. انت بيجي لك ربع الفرص دي وتطلع كسبان 3 مثلا او 2 او 3. طبعا انت ضيعت الشوط الاولاني، قلت لك انا 10 فرص منهم 4 أو 5 مؤكدين محققين. مظبوط. الشوط الثاني ضيعت لك مثلا بتاع 5 فرص أو 6 جبت منهم 2. يعني انت لو جمعت الفرص في الشوطين وبعدين فرص سهله، ايوه فرص محققه، يعني في فرص بتبقى اقرب للتحقيق او بنقول عليها نص فرصه مثلا ماشي، لكن ما لا يقل عن 5 أو 6 فرص غير الهدفين مفيش اي مقاومه فيهم. لا من مدافع، لا من حارس المرمى، زي قلنا الكره بتاعت بواليا اللي شاطها بقوه فوق العارضه، زي بتاعت بواليا اللي مرتين على خط جوه الستة ياردة ويحطها برجله وترد مرتين، زي كرة عمرو سلاية اللي لعبها بدماغه والجون لمسها بايده وتضرب في البطن العارضة وتطلع. بس ده جزء من كرة القدم ممكن يحصل. ماشي، انا مش بقول ان هو مش جزء من كرة القدم. ما انا عارف ان هو جزء من كرة القدم وممكن يحصل. انا بقول
انك انت مش هتتمنى في مباراه ان يجي لك اكتر من الفرص كم دي. كم الفرص دي؟ مظبوط. يعني انت مش ممكن اكنك انا قلت لك ايه بالظبط، اكنك في تدريب، اكنك في تمرين. صحيح. يعني انت موقف مدافعين سلبيين وبتقول للعيبه نوصل للمرمى مثلا من الاطراف، نوصل للمرمى زي من العمق. اهي الارقام معانا كابتن، يعني طبعا نتيجه 2-2، استحواذ اللي احنا كنا هنتكلم عليه 67% النادي الاهلي، 33% بيتا كلاب. التمرينات الصحيحه هم احنا مررنا 551 من 652، انا بقول تمرينات صحيحه. هم تخيل طول الماتش كله 298 عملوا منهم 221 تمريره صحيحه بس. بص بقى فرص النادي الاهلي 17 فرصه. ايوه طب ما انا قلت لك، انا قلت لك 17 فرصه على الشوط الاولاني وحوالي 6 فرص محققه. ايوه يعني في فرق بين فرص نص نص اهداف صعبه لكن فرص محققه. فانا حتى الاستحواذ انت جايب 67. بص يا كابتن اسامه كمان عشان نكمل قبل كلامك، النادي الاهلي صوب على المرمى 14 تصويبه بيتا كلاب 4، الركنيات 13 واحده للنادي الاهلي مقابل واحده بس لبيتا كلاب. ماشي. فانا ما قلت لك كل الاحصائيات في صالحك. تعالى للاستحواذ، ساعات يقول لك الاستحواذ ده سلبي، يعني انت النادي الاهلي مستحوذ 67 وفيتا 33، مش مقياس يعني. ممكن جدا الاستحواذ ده يبقى كده بس سلبي، بس هو ما كانش لكن سلبي. الاستحواذ النهارده ما كانش سلبي. انت رحت للمرمى صحيح 15 16 مره بكل التنويع بكل التنوع. صح. من الستة ياردة وصلت، من البنالتي وصلت، من الاجناب وصلت، من العمق وصلت، تسديد من انفرادات كامله بالحارس وصلت. صح. هو يا اما رعونه قلنا يا اما عدم توفيق في بعض الحالات، لكن فيها احيانا ده بيحصل في كره القدم. النقطه بقى اللي انا مختلف فيها مع مستر موسيماني في ايه، هو بيقول احنا لازم نكسب فيتا. هو قال ليس لدينا فرص سوى الفوز على فيتا كلاب في الكونغو. لا انا بقول ان الفوز طبعا ده هيكبر لك بقى الفرصه خالص، او بنسبه 90% ان شاء الله هتكون وصلت. لكن انا بقول التعادل برضو اللي هو عدم الخساره يوصلك برضه. هقول لك ليه، انا من وجهه نظري انت عندك ماتش سيمبا الاخير هنا في القاهره، لازم نكسب ان شاء الله. طبعا ده لازم تكسبه، ما انا بتكلم على هنا. وعندك ماتش المريخ في السودان، مع احترامي الكامل لفرقه المريخ طبعا، يعني تاريخ كبير وكل حاجه، بس الاداء اللي هم بيأدوه في المباريات اللي فاتت مش في افضل حالاتهم الفنيه. يعني مش هقول يعني من الممكن جدا وبسهوله النادي الاهلي يقدر يتخطاه. النادي الاهلي لو تعادل في ماتش فيتا وخد الستة بونت اللي باقيين، الاهلي ممكن كمان يطلع اول مجموعه، ممكن. انا بقول لك بس كده يبقى من الاثنين لواحد. ليه بقى انا بقول كده؟ خلي بالك النادي الاهلي لو اتعادل مع فيتا هيبقى عنده كام؟ خمس نقط. والاهلي خمس نقط. مظبوط. طيب فيتا يكسب المريخ عنده يبقى 8 نقط. ماشي. فيتا مطالب انه لازم يكسب سيمبا هناك، لو اتعادل يبقى 9 نقط. ماشي. يعني هو ماشي. مش مؤكد بس الحاجه الثانيه كانت سبب، لو الامور مشيت هو فاز وانت فزت، المواجهات المباشره تكون في صالح. انا هقول لك هنا بيسجل هدفين في الملعب. انتوا كمان متجاهلين سيمبا. استنى بس انا هقول لك بس حسبتي. ماشي. انت هيكسب المريخ هيبقى 8 ويتعادل مع الاهلي. ماشي. يعني هيبقى 5 ويكسب المريخ يبقى 8. ماشي. طيب هو لو راح كسب، ما هو لازم يكسب بقى سيمبا هناك. لو كسب سيمبا هيوصل ل 11. طب سيمبا هيكسب المريخ يبقى 10 وجاي لك هنا. طب بس لحظه واحده في النقطه دي، ما ينفعش يتعادل معاك ويروح يتعادل مع سيمبا. لو اتعادل معاك وراح يتعادل مع سيمبا، ما واحد فيهم لازم ينقص الثاني. صح. وقعد ثاني. طبعا. امال ايه؟ ماشي. انا بقى مش معاكم في النقطه دي خالص. ليه؟ لان انا بقول المنافس الاقرب سيمبا. او سيمبا مش فيتا كلاب. طبعا. ايوه ما انا بقول لك المنافس الاقرب سيمبا. ما انت مش واخد بالك برضه انا بقول ايه. دلوقتي سيمبا 7 نقط. كويس. خلاص؟ كويس. كسب المريخ السوداني بقى كام؟ 10. خلاص وجاي للنادي الاهلي هنا، احنا قلنا دي مالهاش حل، لازم يكسب. وجاي له فيتا. وجاي له فيتا. حلو. لو خسر من فيتا هيبقى كام؟ زي ما هو. جميل. والاهلي يتعادل مع فيتا كلاب ويكسب الماتشين يبقى كام؟ يبقى هو اللي بره. يبقى هو ما ينفعش يخسر، ما ينفع. عشان كده بقول لك التعادل ما تخسرش. عدم الخساره طبعا، لما واحد تكسب يبقى على ماله. طبعا لما واحد تكسب،
هتديك بس لو تعادل على الاقل على الاقل تاخد اربع نقط من الماتشين الجايين. لا بس منهم عندك 8 بس منهم سيم منهم فيتا ما تخسرش من فيتا. لا ما تخسرش بقى. لا يعني انت هتخسر ايه ما انت اربع يعني نقط هتخسر ايه مش هتخسر. لا ما يعني انا اقصد يعني على الاقل تعادل تكسب فيتا تعادل أو, أو, او 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 ما هو تعادل ومكسب هيديك 4 نقط مظبوط. وسيمبا جاي لك هنا لازم تكسب 3 نقط مظبوط طبعا ما دي مالهاش حل. يبقى انت دلوقتي كده انت اقصد يبقى انت صعدت يبقى فيتا نفسه لو تعادل معاك مطالب ان هو كمان يروح يكسب سيمبا هناك لانه هيبقى لو تعادل معاه وكسب الملاك هيبقى 9 نقط. ايوه انت فاهم. ايوه بس فانا شايف انه الاداء ما كان جيد وانا شايف حتى ان الشوط الاولاني كاداء كان افضل من الشوط الثاني بس ما لم نترجم الفرص الكتيره اللي جت. يعني الشوط الثاني يعني على فترات وعملنا دفعه بالجنين بس بعد كده حصل فيه رعونه ولخبطه بعد التعادل بتاع فيتا كلاب في اخر 10 دقائق 12 دقيقه. لكن الشوط الاولاني معظمه انت كنت راكب الماتش بسهوله جدا ولكن اضعت فرص محققه 100%. صحيح. من ضمن الكلام يا كابتن عادل اللي قاله مستر موسيماني كمان ان بيقولوا لي على والتر بواليا واضاعه الفرص السهله فهو اتكلم عليه بصوره ايجابيه وقال انا مش عايز اخسره واخر مره لما لعب محمد شريف وبرده اهدر بعض الفرص السهله فانا مش عايز اخسر والتر بواليا طبعا. وبعدين لما جه في موضوع التحكيم قال مش عايز اتكلم في التحكيم ولكن انا بقول ان السبب الاول النهارده في خساره النقطتين اهدار الفرص السهله. انا معاه في الجزء ده ولكن برضه مش معاه في حته في النقطه اللي بيقول فيها انت برغم اهدارك الفرص السهله دي انما التحكيم كان عنصر مهم جدا 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 في فقدانك نقطتين النهارده. فلسفته ان هو ما بيتكلمش على التحكيم خالص بس ارجع بس للحته بتاعه الصعود ولا النادي الاهلي مطالب بسبع بونت. ما فيهاش احسبها زي ما انت عايز. أيوة. لازم ياخد يجوا من ثلاث ماتشات يجوا من ثلاث ماتشات لازم سبع بونت عشان يوصل ما فيهاش تاني يعني مش هزار. الحاجه الثانيه تسهل لك كويس ان المريخ يعمل نتيجه ايجابيه مع سيمبا بره يلخبط لك المجموعه. لو حصلت دي ممكن تلخبط لك المجموعه. ارجع لموضوع موسيماني لما كان اتكلم على انه بيتكلم على ان ضياع الفرص وما اتكلمش على التحكيم هي فلسفه كويسه للمدرب. في افكار مدربين اللي هو ما بيحبش يتكلم على التحكيم ليه؟ لان في ناس بتقول لك المدرب لو اتكلم على التحكيم بيشد الحكام ضده. دي واحد. الحاجه الثانيه باسهمه بتبقى تقل شويه في عالم التدريب يعني اللي هو لما يجي يتكلم على التحكيم يبعد عن التحكيم احسن. ويمكن موسيماني محترف واتكلم في دي جيد جدا. الحاجه الثانيه هو بيقول مش عاوز اخسر بواليا واتكلم ان محمد شريف لعب برده وضيع اجوان. ما برده ما هو قال ان محمد شريف ضيع اجوان يعني في حته كويسه لبواليا وفي حته مش كويسه لمحمد شريف في دي يعني. لكن هي فلسفة يعني هو لم يسجل اهداف ما لهاش بالمعنى ما هي دي برده ممكن تزعل محمد شريف يعني. انت لو حسبتها بميزان ذهب زي ما بيقولوا دايما حته اللعيبه لما تضيع اجوان انا من وجهه نظري يعني التدريبيه انا راجل مدرب لما اللعيب بتاع لما بيضيع جوان ما بكلموش فيها خالص لانه هو ما فيش لاعب في الدنيا عايز يضيع جون مضغوط ما بكلموش خالص يعني. بالعكس انا بتبسط من اللعيب اللي بيروح. ويمكن احنا كنا قاعدين يا كابتن ايمن وبنقول ايه اللي بيروح احسن من اللي ما بيروحش صح. يعني انت فرحت ممكن تكون فرود وما بتروحش على الجون خالص وما بتلعبش على الجون ولكن روح وضيع زي مروان محسن النهارده جات له كره فنشها بطريقه جيده جدا وجاب هدف واحرز هدف والحاجات دي كلها. لكن خلينا ناخد الايجابيات النهارده والسلبيات في المباراه. هل جايين النهارده كان من ضمن ايجابيات النادي الاهلي؟ لا النهارده كان مستواه اقل وانا ليا وجهه نظر فيها لانه عمل ماتش الجيش مجهود قوي جدا مضاعف. هو راجع من الاصابه واللي راجع من الاصابه كان يعني ظروف مباراه الجيش خليت موسيماني يلعبوا 90 دقيقه يعني ويلعب لازم يكمل عشان كسبك كمان. فلما يرجع ولو ان الارقام يا كابتن عادل لو نرجع للارقام تاني هنلاقي نسبه الارقام عنده عاليه. بص يعني صنع 4 فرص التمريرات البينيه الصحيحه 3 من 3 يعني الثلاثة صح. التمريرات الصحيحه 37 من 44. المراوغات الصحيحه 4 من 5 يعني النسبه عاليه تعتبر. بص يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه. انا ممكن اروغ في وسط الملعب وممكن اروغ على ال 18 واحطها لواحد اجيب جول
فحته الاحصائيات دي انا من وجهه نظري الاحصائيات المهمه انك جات لك كام فرصه وضيعت كام وجبت كام هدف. ده وجهه نظري. يعني النهارده في الاحصائيات انت قلت يا كابتن ايمن قلت 17 فرصه بتهيالي 17 فرصه جبنا منهم ايه بس. هدفين مظبوط. فيتا كلاب كام؟ 3 جابوا 2 او 4 جابوا 2. يبقى نسبته هو كام؟ لا اعلى مني 50% وانت حوالي 10%. ما هي بتتحسب كده يعني. فخلينا نتكلم بايجابيه شويه وفي اللي جاي. النادي الاهلي عمل مباراه جيده متفقين تماما، لكن جيده من ناحيه الاداء غير التهديف، لكن في التهديف في النادي الاهلي ما عملش النهارده. اللعيبه كانت يمكن كلمته فيها كتير ان ضياع الاجوان دي الرعونه او تضيع يعني انا مش عارف اقولها ازاي، لكن في الاخر في عالم الكوره والاحتراف والحاجات دي انت خسرت بنتين على ملعبك. أيوة. انتهى الموضوع يعني طبعا. فانت فكر بايجابيه، امحي اللي فات خالص، نط للحته اللي جايه. النادي الاهلي لما بيكسب بطوله بيقول لك حطها في المتحف ونبدا في اللي جاي. النادي الاهلي لما بيكسب مباراه بيقول لك اركنه علشان نلعب اللي جاي. خلينا احنا بقى نفكر بايجابيه اللي جاي. احنا قلنا بطوله افريقيا محتاجه منك انك انت تروح لفيتا كلاب، لازم تعمل معاه لا مكسب اقل حاجه تعادل. تروح للمريخ هناك لازم تكسب وتيجي هنا لسامبا لازم تكسب علشان ما تحطش نفسك في اي حسبه. لو عملت الرقم اللي انا بقول لك عليه ده انت هتوصل ان شاء الله. الصراع هيبقى مش مع فيتا كلاب بس. أيه. هيبقى ثلاثي طبعا. لو المريخ دخل هيبقى افضل كمان يعني. افضل للمجموعه ان شاء الله. ممكن يعمل حاجه مع يعني سيمبا. ليه لا ليه لا يعني ما انا ما شوف انا فرقه المريخ اصلا ممكن تكون ادائها مش كويس الامن، لكن ممكن في مباراه زي فيتا كلاب النهارده الاهلي مضيع 17 فرصه وتعادلنا يعني، ممكن هم يروحوا هناك يتعادلوا. لو تعادلوا المجموعه هتبقى كويسه قوي للنادي الاهلي. سوين. بس ان شاء الله يعني الاهلي يتدارك الموقف، وده درس مهم جدا. وانا بحب الصعوبه شويه لاني دائما لما الامور بتصعب علينا بننتجها بنخلصها في الاخر بفرح كبير او بناخدها يعني احسب التسعه. كان في عندنا صعوبه في الصعود مظبوط لو فاكر يعني، كنا محتاجين تعادل نقطه في ماتش الهلال السوداني كنا محتاجين. ان شاء الله احنا هنبقى هنطلع في المجموعه، لان فعلا كابتن اسامه قال كلمه بحسابيا مهمه جدا. انت ماشي مع فرقه من اللي هيصعدوا ايكوال يعني. انت اربعه وهو اربعه وراح تلعب. الصعوبه لو كسبك ده هيبقى فلت منك، هتبقى مش برجلك انت بقى برجل الاخرين. أيوه. لكن خلينا طول الوقت برجلينا احنا ان شاء الله يعني. المهم الماتش الجاي ان شاء الله ماتش فيتا يا اما فوز او تعادل. في حاجه فيها صعوبه بقى. ايه بقى؟ لازم تحضر له من دلوقتي. هتلعب الظهر، بيقولوا ملعب كمان نجيل صناعي. ملعب نجيل صناعي. فاللي انا عايز اقوله لك يا كابتن، انت في شتاء هنا في مصر، فيجب انك انت تبتكر فكره. ايه هي الفكره؟ ان كل تمرينك على الاقل الوقت اللي جاي ده هيبقى فيه. انا مش مقتنع بحته انك لازم في اجواء وقت المباراه تتمرن. ايوه ده لو في الاحوال العاديه. لكن انت رايح من شتاء لصيف فيها صعوبه. ايوه لو انت رايح من صيف لشتاء ما بيبقاش فيها صعوبه. عندك مباراه للاسماعيلي دي مهم. كابتن اسامه يمكن الكابتن عادل اتكلم على حته الاجواء، ومن ضمن الاجواء انك بتلعب على ملعب نجيل صناعي. الفترة اللي جاية انت عندك ماتش الاسماعيلي ان شاء الله يوم الثلاث الجاي ولا يوم الاربعاء الجاي؟ الاربعاء الجاي باذن الله. فترة فيما بعد مباراة الاسماعيلي، هل مستر موسيماني من ضمن استراتيجياته ان هو يدرب اللعيبة على ملعب نجيل صناعي؟ لا طبعا، انت مفروض زي ما احنا بنقول يكون التفكير ايجابي. انت النهاردة انت فريق بتلعب في كذا بطولة مختلفة كويس كذا، وبتنافس على كل البطولات. انت مفروض عشان تفكر تفكير ايجابي المفروض من بكره الحد طبعا بتعمل استشفاء للعيبه. خلاص انت بتفكر في مباراه الاسماعيلي، ما اقدرش افكر في مباراه فيتا كلاب اللي بعدها. النهارده عندي مباراه الاسماعيلي في بطوله الدوري، وانا يعني عايز انافس على الدوري، عندي مباريات مؤجله لو كسبتها اتصدر بطوله الدوري، فلازم خلاص اقفل الملف الافريقي تماما من بكره واركز في مباراه الاسماعيلي، هي المباراه الاهم عندي. صح.
اشتغل عليه. وبعد مباراه الاسماعيلي ايوه ده اللي انا بتكلم عليه بقى. بعد مباراه الاسماعيلي اسافر بدري احضر نفسي هناك تحضير كويس، وبرده السفر بدري بيديك نوع من الاستقرار، تعود على الجو، يديك تعود على الملعب انك تاخد لك تمرين او تمرينتين. مش شرط انك تتمرن كتير اسبوع على ملعب نجيل صناعي، ده هيجي يرهقك يوم المباراه هياثر عليك بالسلب. أيوة. لكن انت عايز تتعود على طبه الكوره وانت بتجري بتوقف الباص الكرات الطويله، بس ما وصلش اللعيبه قبل المباراه ان انا من يوم السفر كل يوم على تمرين نجيل صناعي وهي لعيبه مش متعوده. أيوة. هتلاقي في الاصابات في الركب وفي المفاصل والكلام ده ياثر عليهم بالسلب يوم المباراه. لكن على الاقل على الاقل انت عندي تمرين يوم المباراه ليله المباراه على الملعب المباراه باخدها، وملعب تاني الكابتن سيد يشوفه ممكن اللعيبه تاخد عليه تمرينه تانية، بحيث ان انا اوصل المباراه اكون خدت على الاجواء الجو، خدت على الاجواء على الملعب. لكن من بكره خلاص يعني الحاجه الايجابيه في الموضوع ان انا لازم ابص لها بشكل ايجابي ان لسه ما زالت الفرص بايد لعيبه النادي الاهلي. النهارده رغم التعادل النهارده انت لسه عندك 3 مباريات، انت ما بتستناش نتائج الفرق الثانيه علشان اقدر انا احكم على نفسي، لا طبعا. انت لسه ما زالت الفرص بايد لعيبه النادي الاهلي، ودايما هقولها شخصيه البطل اللي عايز ياخد بطوله شخصيته بتظهر في المباراه خارج ملعبه. مظبوط. خارج ملعبه مش على ملعبك. مظبوط. النهارده تفرد شخصيتك، تفرد قوتك. النهارده المدرب بعد في المؤتمر الصحفي بيقول النادي الاهلي خلق 6 فرص اهداف محققه. أيه. لكن النهارده حارس المرمى بتاعنا يعني لعب مباراه كبيره، كان مميز، يعتبر كان هو اللي بيلعب النادي الاهلي النهارده. فهو يعني ادى النادي الاهلي حقه في المؤتمر. صح. لكن قال النادي الاهلي هيواجه صعوبات، عندنا في الكونغو عندنا نجيل صناعي والمباراه هتكون الساعه 3 العصر. بالظبط. يعني في الاجواء اللي النادي الاهلي مش متعود عليها. بالظبط. فانت النهارده هتبدا بقى بعد مباراه الاسماعيلي مباشره تدريبك كله الساعه 3 العصر. تاني حاجه بتسافر بدري بيديك نوع من الاستقرار، نوع من التركيز، وده شفناه هناك في مباراه صن داونز، شوف مباراه الهلال السوداني بيبقى فيه الشده دي، واللعيبه دي عندها خبرات. أي. يعني مرت بنفس الظروف دي، ظروف صعبه، ظروف انك تصعد في المباراه الاخيره، ظروف انك صعدت السنه اللي فاتت كنت تاني المجموعه وقدرت تلعب فاينل وتاخد البطوله. فهو يعني والغيابات يا كابتن اسامه ممكن علي معلول يلحق، ممكن طبعا. وليد سليمان يلحق برضو، الغيابات دي مؤثره جدا عليه ان شاء الله. انت خلاص انت علي معلول ممكن يكون موجود بعد مباراه الاسماعيلي، ممكن وليد سليمان، ودي لعيبه عندها خبرات، صلاح محسن يعني لعيبه عندها خبرات تكون اضافه للنادي الاهلي. لكن صحيح. عايز النقطه اللي مهم جدا يركز عليها موسيماني واحنا بنتكلم عن النواحي الهجوميه وخلق الفرص وانك تسجل اهداف، برضو البطوله بتيجي انك بتحافظ على النواحي الدفاعيه دايما. شباكك لا تتلقى اهداف. دي نقطه مهمه. ارجع لمباراه المريخ واحنا كلنا بنتكلم عن مباراه المريخ ونقول المريخ فريق متواضع وكنا ممكن نحقق فوز بنتيجه كبيره في المريخ واكتفينا 3 اهداف. ارجع لسيناريو المباراه هتلاقي المريخ خلق 3-4 فرص محمد الشناوي تصدى ليهم ببراعه. صح. فالنهارده دي نقطه مهمه لا يغفل عنها موسيماني، لازم يبقى عندي التوازن في الناحيه الدفاعيه بشكل كبير. مباراه سيمبا هناك انت بتخسر برضو، سيمبا خلق فرص كتير في المباراه اللي كانت بره وهدد مرمى محمد الشناوي، ومحمد الشناوي تصدى بشكل رائع لفرص كتير وطلعت خسران. النهارده مباراه النهارده وانت بتخلق فرص كتير وبتسجل بتتلقى اهداف، وفي فرصه تانية جت على محمد الشناوي كانت انفراد طلعها. ايوه. فانت وانت بتشتغل على النواحي الهجوميه لازم اشتغل على التمركز الدفاعي الصح، اللعيبه تكون الخطوط مقاربه وانت بتخلق فرص ممكن تطلع كسبان بيها. فدي نقطه يعني ما ينفعش موسيماني يغفلها خلال المباراه القادمه، خاصه ان مباراه فيتا كلوب بره مش هتلاقي الفريق المتواضع ده، لا انت هتلاقي فريق بيلعب على ملعبه. صحيح. هتلاقي فريق برضو عنده شراسه هجوميه واخد على الملعب وحافظ مساحات الملعب، فهتلاقيه برضو بيهددك وهتلاقيه يعني بيخلق فرص. فانت النهارده شخصيتك بقى في عمليه الاستحواذ وعمليه الانتقال السريع من الدفاع للهجوم، دي الطريقه ولا الاسلوب المهم. صحيح. موسيماني يحفظ لعيبه الاهلي بعد الاسماعيلي، لكن من بكره خلاص لازم اقفل الاسماعيلي علشان ابقى على حظوظي بنسب كبيره ان انا يبقى انا مركز في الدوري العام. كابتن علاء، يمكن المدير الفني لفيتا كلاب بعد المباراه قال ان فريق نادي الاهلي فعلا اهدر فرص كتير جدا،
الجول بتاعه كان مميز وعجبه اداؤه، والنتيجه تعتبر نتيجه كويسه جدا بالنسبه له، ونقطه واحده مع النادي الاهلي هنا كافيه جدا. النادي الاهلي هيلعب في اجواء صعبه شويه 3 العصر، وهيلعب على نجيل صناعي، وقال كمان ان انا مش هلعب بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها هنا، لان النادي الاهلي فرض عليا الاسلوب الدفاعي ان انا العب بيه، ولكن هيبقى في تغيير في طريقه اللعب عندنا في كينشاسا. هو كده يبقى بص يا ايمن، مباراه النهارده ونتيجه النهارده هو خد ثقه كمان كمدرب بالظبط، لان النهارده هو جاي فاقد الامل ان هو ممكن يرجع بنقطه صح في اي حال من الاحوال، خصوصا مع مجريات الشوط الاول وكم الفرص الكتير قوي، وما كانش متخيل المباراه تطلع 2-2 النهارده. مظبوط، لكن 2-2 هي اديته ثقه جامده قوي، وكل واحد بقى يستغل الامكانيات اللي عنده هو. الملعب نجيل صناعي بالنسبه له طبعا هو متعود عليه، ما عندوش اي مشكله، الجو هيبقى الى حد كبير حر شويه لعيبه الاهلي، هو بيعتمد على دي، غير ان هو يقول لك انا احرزت نتكلم بقى طبيعه في الكوره، يقول لك انا احرزت هدفين في النادي الاهلي في القاهره، فانا على ارضي هطمع، انا عايز اكسب وهبقى ضاغط على النادي الاهلي وعايز استغل اي فرص. حسام مباراه النهارده اديته هو ولاعيبته ثقه عاليه جدا طبعًا. يا ايمن طبعًا. يعني مباراه النهارده لو الظروف طبيعيه جدا 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 مش هبالغ يعني نطلع 4 صح، يعني 4 ده كده انا كارمهم قوي، لكن تطلع 2-2 هو بالنسبه له ادى، بالنسبه له هو ادى مباراه كويسه، لان كل هيسال على نتيجه. ايوه مش شوف مباراه المباراه الوقت، الحاجه اللي قدامنا النتيجه. تعال اتفرج على المباراه، لا اما في المباراه فيها فريق واحد بس في الملعب صح، هو مستحوذ، هو اللي بيضيع اهداف، هو اللي بيوصل الجول، هو اللي بيحرز هدفين، لكن كل ده في الاخر طلعت 2-2 2-2 دي اعتقد لعيبه النادي الاهلي خلاص انا متفق مع اسامه ان من بكره الموضوع انتهى تماما، استعداد لمباراه الاربعاء ان شاء الله مع الاسماعيلي، تعدي على خير ان شاء الله ويبدا يفكر تفكير الايجابي في مباراه فيتا كلوب. ايوه من حق المدير الفني يتكلم كده، وهو من وقتي تحس ان هو بص كل مدير فني بيحب يتلاعب الالفاظ شويه وممكن ما يغيرش طريقته ولا حاجه، بس هو بيصدر لك قلق من الوقت ان انتوا جايين في ملعب مش متعودين عليه، جو مش متعودين عليه، وانا هلعب مش هلعب كده، انا هضغط وهاجم وعايز اكسب المباراه، كل دي يا ايمن اسلحه في ايده هو بيستعملها من الوقت، فانت انت متعود على كده على فكره، مستر موسيماني عارف كده كويس قوي، لعيبه النادي اللي عارف كده كويس قوي، ان بيروحوا هناك بينسوا كل الكلام ده، بينسوا كل الصعوبات دي، بيفكروا في حاجه واحده بس، ان شاء الله يرجعوا بنتيجه ايجابيه تخلص المباراه اللي هنا ان شاء الله. هي المباراه الساعه 2 ولا الساعه 3؟ 3 انا يعني سمعت 2 برضو، ما الساعه مش هتفرق، الكلام بيتقال الساعه 2 يعني 2 او 3 هو هيبقى في جو مش بتاعك، مش جو مش مناسب بالنسبه لك خالص، لكن سمه البطل اللي هو ملك افريقيا دي ولا تفرق معاه ولا جو ولا ملعب ولا حتى جماهير ولا ضغط نفسي ولا حاجه خالص. 2 بتوقيتنا يعني متهيألي 3 بتوقيتنا، 3 هناك هو رايح عشان مهمه معينه ان شاء الله، يرجع بنتيجه ايجابيه من فيتا كلوب، وبعدين يبقى نبص المباريات القادمه ان شاء الله. طيب عموما هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. كابتن علاء زي ما قلنا الفتره اللي جايه هيبص المستر موسيماني على اللي حصل ماتش النهارده واخطاء ماتش النهارده، ومنها زي ما قلنا الفرص المهدره بصوره كبيره جدا، ازاي مستر موسيماني يتعامل مع النقطه دي بالذات، وازاي في الفتره القليله اللي جايه وضغط الماتشات اللي هو داخل بقى على مواقف صعبه جدا 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 احنا حاطين نفسنا فيها، ازاي يعالجها؟ بص يا ايمن، هو اللي حصل النهارده ما اعتقدش هيحصل تاني من لعيبه النادي الاهلي، نكمل فرص النهارده ممكن شويه رعونه، ممكن شويه قله ثقه، الجو نفسه بتاع الماتش، الموقف نفسه بتاع المباراه، يعني كوره بواليا دي تديك احساس ان هو كان مشدود جدا ومتعصب جدا، لان هو لو اتفرج على نفسه مش هيقول ممكن اعملها كده، كانت عملت اي حاجه غير كده كان ممكن تيجي هدف، لكن النهارده هو حصل، هي مش مهاره لعيب او مهاره وحشه، لا اللعيبه دي كلها لعيبه كبيره جدا، ولعيب بيعرف يسجل كويس قوي، لكن الموقف نفسه مباراه ايمن في واحد يعني بيستحمل الضغط نفسه صح، ما بيستحملش الضغط صح، هو ده اللي كان حصل النهارده، يعني احنا النهارده الشوط الاول كم فرص كتير قوي ضاعت، قلنا ايه اللي هيخلص المباراه دي حد من بره الملعب مش من جوه الملعب، مزبوط. ان جوه الملعب واضح ان هي اتقفلت، مزبوط. الفرص كتير قوي والحارس بتاعه متالق بطريقه مش طبيعيه، فاللي حصل اللي نزلوا من بره الملعب هم اللي حرزوا الهدفين صحيح. ومع هذا محمد شريف ضيع في كوره في الاخر تبقى سهله، مظبوط. يعني اللي جاب الجول ده بالفولو اللي عمله بعد كوره اجايه
مش سهله برضو ان هو يلعب الكره اجايه وهو عامل الفول وحطها في بطن رجله، دي مش سهله. هو اللي ضيع الفرصه الاخيره، لكن ايمن التوقيت مختلف. أيه. التوقيت خلاص المباراه بتخلص وتوقيت لسه في بدايه الشوط الثاني، عشان أيه. كده بتفرق. لكن انت لعيب النادي الاهلي لازم يا تؤخذ عليك مش ليك على فكره. أيه. انت لازم تبقى في كل الاوقات انت متحكم في اعصابك كويس قوي، لانك هي حياتك كلها كده. انت صح. في النادي الاهلي انت على طول تحت ضغط، على طول مطالب بمكسب، على طول مطالب ببطولات. فدي ما اعتقدش مستر موسيماني هيتكلم هيلوم حد. لكن هو هيدي مزيد من الثقه للناس، خصوصا بواليا. انا هتكلم معاه اكيد كويس ان هو ما يفخش الثقه في نفسه. ودي حاجه ايجابيه، ان هو حتى ما اتكلم قال انا مش عايز اخسره. دي طبعا نقطه تحسب لمستر موسيماني، ان هو عايز كل اللعيبه تبقى موجوده، كل اللعيبه تبقى قريبه على اساس المباراه القادمه مباراه مش سهله. عشان كده انت عايز كل لعيبتك في حاله ذهنيه اولا معقوله. مش عايز تفقد اي حد من اللعيبه، خصوصا النهارده اللي هتضيع فرص كتير قوي، ان برضه الناس هتتكلم كتير قوي. وممكن حد يهاجم، ما احنا زي بنتكلم وبنتكلم بعقلانيه شويه، في حد هيهاجم اللعيبه دي اكيد مليون في الميه. فهو لازم يستحمل الضغط، لعيب النادي الاهلي لازم يستحمل الضغط الموجود عليه. لكن صح. الكلام اكيد هيبقى كلام سهل جدا اكيد. صح. كابتن اسامه، الدروس المستفاده من مباراه اليوم، وازاي مستر موسيماني الفتره الجايه يتعامل مع اللعيبه وهيئهم نفسيا للمباراه الصعبه اللي جايه؟ الدروس المستفاده انه رقم واحد عدم اضاعه الفرص السهله، وكلنا كل شويه بنتكلم فيها. ودي ما حصلتش النهارده بس، في ماتش طلع الجيش وتاخرنا وجبنا جون في الدقيقه 90 بتاع اجاي الثاني. ماتش اللي قبليه تعادل، قصدي خساره من سيمبا. ماتش دجله ضاعنا فرص كتير. فاللعيبه لازم تستفاد، وكل واحد يشوف نفسه قبل كمان مستر موسيماني، كل واحد يشوف نفسه هو بيضيع الفرص دي ليه؟ هل هو بيبقى عصبي؟ هل هو بيبقى عايز يتمرن اكتر؟ حتى لو لوحده مش ضروري مع مستر موسيماني، يعني حتى ساعات اللعيب بيبقى بيفضل هو بعد التمرين شويه يستأذن من مستر موسيماني ويشتغل على الجون. يعني ايه السبب انه بضيع الفرص دي؟ كل واحد يحاسب نفسه، بالذات اللي بيضيع كتير يعني. كويس. ده درس مستفاد. درس مستفاد تاني انه مهما تكون كسبان لازم تحرص في النواحي الدفاعيه. لازم ما تغفلش في اي وقت. يعني انت لما تشوف الجون الاولاني، اللعيب رقم 20 اللي هو اسمه جلودي ده اللي جاب الجون وسط اربعه، يعني كل المدافعين كانوا موجودين على فكره. يعني لما لو اللقطه اتعادت تاني العدد كان كامل، يعني مش ما كانتش هجمه مرتده مثلا فهم مثلا 3 على 2 ولا 3 على 1، لا ده واحد وسط اربعه. عدى بسهوله من ناحيه اليمين وشوط، وفي 2 أو 3 داخل ال 18، وهو رد فعله كان اسرع، ردت له من الشناوي وهو حطها تاني. بالظبط. فدي برضو انك مهما بتكون بتهاجم، ده درس مستفاد، مهما بتكون بتهاجم لازم تبقى مركز جدا في النواحي الدفاعيه حتى لو هي قليله عليك. الحاجه الثانيه، اللعيبه اللي بتبقى قاعده احتياطي، ودي مهمه جدا، لازم يبقى قاعد قاري الماتش كويس، مركز مهما ينزل في اي وقت، لازم يبقى نازل عارف هو عايز يعمل ايه. يعني احنا لما نتكلم على التغييرات النهارده، كلنا قلنا بين الشوطين ممكن الشحات يتغير، ممكن بولا يتغير، هو استنى 10 دقايق وعملهم كويس. غير نزل هو بمناسبه التغييرات يا كابتن اسامه، بما انك بتتكلم عن التغييرات، هل تغيير محمود وحيد الاضطراري اللي في الاول اثر شويه على الدفاع؟ لا ما اثرش. لا ما اثرش اصله. ده بالعكس، ده هو انت لو تيجي في ناحيه الشمال، ايمن اشرف عامل جبهه كويسه وعمل اكتر من كره عرضيه خطيره. الشوط الاولاني عامل اكتر من كره عرضيه خطيره، يمكن هو في اخر 10 دقايق بس هيدي شويه. ياسر ابراهيم لما نزل يعني بيأدي كويس، ولعبنا قبل كده بالشكل ده على فكره. أي. في مباراه قبل ما وحيد يلعب لما أي. كان علي مصاب. أي. لعب ايمن اشرف وياسر وبنون لا ما اثرتش كتير على فكره. لا ما اثرتش كتير. أي. فدي التغيير دي ما اثرتش، بس انا بتكلم ان هو نزل شريف وطاهر في الدقيقه 55 بعد طاهر نازل عصبي جدا. صح. يعني شريف اول ما نزل جاب جون وربنا وفقه، لكن طاهر نازل، ودي ملحوظه على طاهر في معظم الماتشات، وطبعا مع الخبره والوقت واللعب كتير مع النادي الاهلي
اكيد هو برده سنه صغير هيعرف انه يبقى هادي شويه. يعني طاهر لعيب كويس ولعيب مهم، لكن احيانا بيبقى اداؤه فيه عصبيه شويه. النهارده يعني عشان كده بقول لك اللي قاعد بره ده لازم يبقى مركز قوي وهو نازل، ما حسيتش انه نزل عمل فرق واضح يعني. بعد كده نزل مروان محسن، طبعا نزل جاب جون مكان دياج، وما كانش فيه فرصه لما اسامه بيكلمك على موضوع انه بعد ديانج ما طلع ومروان نزل، هو كان عمل الثلاث الاوقات بتوع التغيير، لان ياسر نزل في اول الماتش او 10 دقائق ثم التغييرتين في الشوط الثاني، فخلاص الثلاث اوقات بتوع التغيير كانوا خلصوا يعني. فدي كل دي دروس مستفاده انه حتى مستر موسيماني، بس هو بصراحه معذور في دي، لانه يعني هو نزل مروان وكنا متعادلين 1-1، كان بعد الجون على طول، كان يمكن ممكن يستنى شويه، لكن ما تقدرش تقول ان هو غلط فيها 100%. واول ما مروان نزل ربنا كرمه بالهدف، فما كانش عنده وقت ان يغير تاني جزئيه انه ينزل حمدي فتحي ويطلع حد من المهاجمين يعني. فكل دي دروس مستفاده، زي ما اسامه قال برضو ان احنا اخيرا لازم نركز في ماتش الاسماعيلي الاول، ولازم نهتم، لان انت بتلعب في اكتر من بطوله. النادي الاهلي لما نخلص مباراه الاسماعيلي ان شاء الله يبقى بقى نبص بقى التفكير ايه الاستعداد لمباراه فيتا الثانيه ان شاء الله يعني. كابتن عادل سريعا، ازاي انا كمدير فني اقدر اجيب لعيب المفروض ان هو هداف او هو مهاجم جاي، واعالج الحته بتاعه الفرص الكتير المهدره امام المرمى؟ اول حاجه فيديو، تاني حاجه جلساتنا كلام نفسي بيني وبينه، اديله ثقه كبيره قوي، وبعدين اخش على التدريب جوه الملعب اشتغل معاه، ازود حاجه اسمها الاليه عنده، اليه التهديف. بمعنى احيانا انت كنت هداف يا كابتن ايمن، احيانا كنت انت بتجيب جون، لو مسكتك في الوقت ده قلت لك جبت الجون ازاي مش تعرف، هي يعني بعد ال 10 بعد ال 15 كوره بعد ال 25 كوره انت بتقدر تحسب للفرويد بتاعك انه نسبه تهديفه قد ايه عشان زودته ولا لا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي لو جيت هديك كل يوم في نسبه بتتعمل للفراوده، بديله حوالي من 70 ل 80 كوره اسبوعيا على الجون. من جميع اطراف حته الملعب، مش لازم تبقى فيها صعوبه، انا بس بعمل له قليل. لما باجي احسب له النسبه بتاعته بحسبها له بعد ال 15 بعد ال 20 كوره. دي بتعمل ايه؟ بتخليك انت لو في المكان ده تحط الكوره زي، لو فاكر عماد متعب دائما كان في ماتشات الاهلي والزمالك او اي ماتشات، عماد متعب كان هداف بالحاسه، ما كانش بيبص للجون، عماد متعب كان اليه، بص تلاقي الكوره جايه له يحط الكوره وان تاتش. صح. دي فراوده يعني، دي ده الشغل بتاع الفرود، انت بتزودها عنده وبتزودها بتخليه كمان الثقه بتاعته عاليه قوي. في حاجه بقى مهمه يا كابتن، الترقيم. ترقيم الفراوده. ترقيم يا كابتن؟ دي مهمه قوي. يعني بالذات الفرود ده راجل هداف بيشتغل على اعصابه دايما. انا لما باجي كفرود الاقي نفسي انا الاساسي رقم واحد والتاني رقم اتنين، لكن حته انت تاخد شويه وبعدين ده ياخد شويه وبعدين ده ياخد شويه وبعدين ده ياخد شويه، بتبص تلاقي الثقه دي بتروح والثقه دي تروح شويه والثقه دي تروح شويه. فاتمنى ان نصبر على لو بواليا او محمد شريف، او اللي اقدر بانه لو فاكر ان محمد شريف بالبدايه كان هداف جون 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 وبعدين جه وقع. ايوه. المفروض ان محمد شريف كان يكمل 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 لحد ما يقف في التهديف ألاعب واحد تاني، لكن في عز تهديفك فانت بتغير. أيوة. تروح للمهاجم تاني. أيوة. المهاجم التاني يبدأ يلعب 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 حاسة التهديف عشان تجيله يكون حاسة التهديف بتاع الراجل اللي قبلك. فدي حاجات لازم تتحسب كويس قوي. الأيام الجاية النادي الأهلي محتاج ترقيم الفراودة، يلعب فرود أصبر عليه شوية، الفرود التاني يبقى احتياطي ليه، مش لازم ما فيهاش زعل يعني. يقعد عادي خالص لحد اما ينزل ويبقى الفرود الثاني عنده انه جاب له جون واثنين وثلاثه، يفضل يلعب بقى فتره كبيره، وطول عمر الفرود في النادي الاهلي بيبقى لوحده، في فراوده جنبه بيبقى احتياطي.
ولو رجعت الهدافين في تاريخ النادي الاهلي تلاقيهم دايما كانوا بيلعبوا على طول، واصبر عليه. يعني خلي بالك انه ممكن اعاد صفقه جديده، انت فاهم، اعادها تبقى مفيده ليه اكتر من ان هي تبقى مضره ليه. صح كابتن اسامه، كلمنا على دور الجهاز الفني الفتره اللي جايه، عايزين نتكلم على دور لعيبه النادي الاهلي وبخاصه اللعيبه الكبار الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه الكبار عندك زي محمد الشناوي، عندك زي وليد سليمان اللي بره الفريق دلوقتي ومصاب، عندك زي عمرو السولية. اكيد اللعيبه الكبار ليها دور في لما يبقى عندك لحظه صعبه، ازاي تلم الفرقه، ازاي اللعيبه الجديده اللي ما مرتش بالظروف دي زي طاهر وزي محمد شريف زي بواليا اللي محتاج مسانده دلوقتي من اللعيبه زمايله، ازاي يبقى في تشجيع، علشان يعني انت النهارده فريق واحد، فالنهارده مش فريق يعني ما بنلعبش لعبه فرديه، انت بتلعب لعبه جماعيه، فانت محتاج كل اللعيبه، محتاج اللعيبه اللي موجوده على الدكه. والنهارده واحنا بنشوف النهارده اللعيبه اللي بتغير المباراه اللعيبه اللي جايه من بره، محمد شريف ومروان محسن، فانت محتاج اللعيبه كلها، ازاي انت تلم الفرقه في وقت قصير، انت عندك 3 ايام، انت النهارده السبت خلاص، انت حد اثنين تدخل 3 معسكر عشان تلعب مباراه الاربعاء، فانت الوقت ضيق. المدرب يعني من الصعب انك انت كل مباراه 3 ايام انك تقعد تصلح في الاخطاء، خاصه انك انت يعني لو عندك وقت اسبوع تقدر تشتغل اكتر، لكن النهارده انت الشغل يا دوب وحده تدريبيه واحده تقدر تصلح فيها الاخطاء، فلازم النهارده زي ما الكابتن عادل بيقول اللعيبه تجمع لها لقطات كده، راجل محلل الاداء، الفرص اللي ضاعت دي كل لعيب يقعد مع نفسه، ازاي اشوف انا كنت المكانه بتاعتي انا واقف فين، طريقه انهاء الهجمه بتاعتي كنت بلعبها ازاي، ايه الطريقه المناسبه، كل لعيب لوحده يعني النهارده ما جمعش حتى يبقى بعتها لكل لعيب الفرص بتاعته اللي هو ضيعها، ازاي التمركز بتاعي، ازاي كنت افنشها بشكل افضل، طب القوه مناسبه، طب كنت اشوطها زي بواليا ولا اركنها افضل، طب ده افضل اختيار، هو اللعيب يقعد يراجع نفسه. صحيح. علشان حتى لو ما عندكش وقت انك تمرن في الملعب، ودي خاصه أيه. انت النهارده 3 ايام ولا يومين دي وقت قصير. مظبوط. لكن النهارده خلينا برضو نقول ان ما زالت الفرص قائمه للعيبه النادي الاهلي باذن الله. الفرص قائمه بشكل كبير جدا، الفرص قائمه، وانا مش مستني نتائج الفرق الاخرى، لا، النتائج الفرص قائمه بنفسي. وانا بايدي باذن الله، ولعيبه النادي الاهلي ما شاء الله احنا عندنا صحيح. فريق كويس، انت النهارده انت لسه من 3 4 شهور انت اللي كسبان البطوله التاسعه، هي صحيح. نفس اللعيبه وهي نفس الجهاز وهو نفس المدرب اللي خد صحيح. بطوله افريقيا، هو نفس المدرب اللي حقق بطوله الكاس، هو نفس المدرب اللي خد ثالث العالم صح. فالنهارده مش نتيجه مباراه نهدم بيها الدنيا كلها، لا بالعكس، انت النهارده ده وقت مسانده للعيبه، وقت مسانده للمدرب صح. خاصه النهارده المدرب، ما هو نفس المدرب يعني النهارده موسيماني، خلي بالك حتى وانت بتتعادل النهارده الجماهير مش زعلانه على الاداء، مش زعلانه من لعيبه النادي الاهلي، هي زعلانه ان مباراه في المتناول وسهله صح. وانت كنت الافضل انك انت تتعادل. مزبوط. هو ده زعل لكن ده طبيعي في الكوره، وده موجود في الكوره، عنصر عدم التوفيق طبعا. ان شاء الله بنتمنى لعيبه النادي الاهلي الحاله المعنويه الايجابيه ترجع بسرعه، خاصه انت عندك ضغط مباريات، عندك ماتشين مهمين جدا بالزبط. ودايما المكسب هو اللي بيخرج الفريق وهو اللي بيديله الثقه. صحيح. وان شاء الله زي ما قالوا نجومنا الكبار، النادي الاهلي قادر ان يحسمها الفتره الجايه باذن الله. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في دور المجموعات لبطوله ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل 2-2. كل التوفيق ان شاء الله للاهلي في المباريات القادمه. حابب اشكر نجوم الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن شرفنا. اشكرك يا شكرا. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر يا كابتن، شرفتنا. الله يخليك. كابتن اسامه عربي الف شكر يا كابتن، شرفتنا. شكرا لك. كابتن اسامه حسني الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن، شكرا. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.